عايزه اقول لكم ان انا هشارك سر مهم جدا جدا من اسراري، ان اللي بتكلمكم دي اكتر واحده كانت مش واثقه من نفسها. لو ما عملتيش الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي عمرك ما هتكوني واثقه من نفسك. عايشي بكل سعاده الدنيا لانك اكتر واحده تستحقيها، ويلا بينا بسرعه جدا جدا نسرق من العمر لحظات. عاملين ايه يا احلى متابعات في الدنيا كلها؟ وحشتوني قوي 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 في فترة غيابي عن القناة، ولذلك راجع لكم بتحدي من الاخر، تحدي تحفة والنتائج بتاعته لحظية، وهو تحدي حب النفس لكل امرأة مش واثقة من نفسها. يعني احنا هنعمل تحدي بيجمع حاجتين من اصعب المشاكل اللي اغلبنا بل كلنا او نسبة كبيرة مننا بيختبروها وبيمروا بيها وبتأثر سلبا في حياتهم، وهو الثقة بالنفس وحب النفس. في البداية عايزة اقولك لو انتي اول مرة تشوفيني فاهلا بيكي في قناة فاطمة زهران على اليوتيوب، صاحبة القناة وكمان مؤسسة الكورس المجاني من صفر البطلة اللي غير حياة بنات وستات كتير قوي قوي. كل الشروط موجودة في صندوق الوصف. اوعي تسيبي الفيديو وتروحي تسجلي في الكورس، عايزاكي لو الشروط تنطبق عليكي اعملي ده بعد مشاهدة الفيديو كاملا. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى عايزة اقولك التحدي بتاعنا النهاردة ده هيكون تحدي اول مرة تسمعيه، نتائج ان شاء الله يا رب مثمرة وهتغير حاجات كتير جدا جدا في حياتك لو عملتي التحدي ده اللي ليه شروط هقولها لك دلوقتي. هتفوزي معايا باستشارة مجانية. الاستشارة بتاعتي قيمتها $15 ولكن هقدم 10 استشارات مجانية. فأول حاجة عايزاكي ان انتي هتدوسي لايك على الفيديو ده، وكمان هتكتبي في التعليقات الحاجة اللي انا بطلبها منك في الفيديو، وبعد كده هتاخديها سكرين شوت وتبعتيها لي على الانستجرام، وبالتالي هنقي من الانستجرام العشر استشارات بشكل عشوائي جدا، العشر بنات اللي انا هعمل لهم استشارة مجانية معايا لمدة نص ساعة. طيب اول حاجة كده يا بنات عايزة اقول لكم ان انا هشارك سر مهم جدا جدا من اسراري، ان اللي بتكلمكم دي اكتر واحدة كانت مش واثقة من نفسها. وطبعا لو انتي متابعة معايا القناة من البداية هتكوني عارفة تجربتي، لان شاركت معاكم تجربتي في فيديوهين. اول فيديو عن الثقة بالنفس كان بيتكلم عن 7 أو 8 خطوات للثقة بالنفس، وتاني فيديو ازاي تكوني اكتر امرأة واثقة من نفسها في المكان. فعايزة اقول لكم ان بعد تجربة مهمة جدا جدا اكتشفت ان في حاجة ناقصة مننا كلنا لو عايزة توصلي للثقة بالنفس. طبعا كل الفيديوهات اللي انت هتشوفيها عن اليوتيوب اللي بتتكلم عن الثقة بالنفس، اول ما تفتحي الفيديو هتقولك يلا نقول الخطوات، اول خطوة معانا النهاردة، وما بتتكلمش عن الحاجة اللي انا عايزة اقولها لك دلوقتي. فبالتالي مهما سمعتي من خطوات ومهما اتفرجتي على فيديوهات ومهما ناس اتكلمت قدامك، لو ما عملتيش الحاجة اللي انا هقولك عليها دلوقتي عمرك ما هتكوني واثقة من نفسك. طبعا كلنا عارفين يا بنات ان انت محتاجة الثقة بالنفس في حاجات كتير في حياتك، محتاجاها في العلاقات بتاعتك، محتاجاها علشان تتعاملي مع الآخرين، محتاجاها علشان تنجحي في حياتك العملية وكل يوم يكون أنجح من اليوم اللي قبله. فأنتي محتاجة الثقة بالنفس بنسبة 100%. طيب ايه بقى الحاجة دي؟ الحاجة دي يا بنات وهي حب النفس. للأسف كلنا او اغلبنا ما تربناش ان احنا نحب نفسنا كفاية، او اتربينا ان نفسك دي عدوتك. يعني طبعا عملت لايف معاكم على الانستجرام وكان سؤال جالي كده يعني اتحفر في عقلي، قوليلي ازاي اتخلص من جلد الذات. طب تعرفي ان تربيتنا اصلا قايمة على جلد الذات، او نسبة كبيرة منها قايمة على جلد الذات والحب المشروط. فانا بقى في الفيديو ده هقول لك 3 خطوات. الثلاث خطوات دول بصي دول نبعين من تجربة شخصية يمكن محدش قالهم قبل كده لان محدش مر بتجربتي الشخصية. طيب اول حاجة واول الهام جالي ان انا اعمل تحدي حب النفس، وهو ان انا كنت بقرأ كتاب لماينيس وكانت قصة اطفال اسمها انا ليه بحب نفسي. فالحقيقة ان انا تنحت كده قدام القصة دي وقلت ايه ده،
انا عمري ما فكرت في كده، او متابعاتي ما اعتقدش ان حد منهم قاعد يفكر انا ليه بحب نفسي. فالناس دي بتغرس، يا كل ام بتسمعيني ويا كل واحدة حبيتي في قناتي الكلام عن التربية، الناس دي بتغرس حب النفس في الاطفال من سن صغير. فبدأ ان هو يقول انا بحب نفسي علشان 1 2 3 4. فهنا اول حاجة في التحدي بتاعنا النهاردة، انا عايزاكي في التعليقات تكتبيلي هنقسم حب النفس او هنقسم الحاجات اللي انتي بتحبي نفسك علشانها لحاجتين. اول حاجة مواصفات شكلية وجسدية، تاني حاجة مواصفات نفسية روحية معنوية. اول حاجة عايزاكي تجيبي ورقة وقلم وتكتبي انا بحب شكلي وجسمي على شيء. رقم 1 شوفي بقى الحاجات المميزة، انا هتكلم عن نفسي بس لازم تكتبي 5 امثلة. فانا عايزاكي في التعليقات تنزلي وتكتبي 5 حاجات انتي بتحبي نفسك علشانهم. انا بحب نفسي علشان، شوفي الحاجات اللي بتخليكي مختلفة عن غيرك، علشان شعري كيرلي. وطبعا انتوا عارفين ان انا بتكلم عن نفسي، اول حاجة ان انا شعري كيرلي. طبعا شوفوا عندنا في المجتمعات، لا الشعر الكيرلي ده حاجة مختلفة، لا مش حلو، لا شوفي حاجة تانية، 3D معرفش اعملي ايه. ولكن انا I embraced it، انا تصالحت معي. فانا بحب ده لان بيخليني مختلفة، بحب نظارتي لان بحب رسم شكلي فيها، بحب ان انا لون شعري مختلف، بحب ان انا صوتي مختلف، عندي صوت حلو، بحب اغني. وعايزة في المواصفات الشكلية والجسدية ان نقطة فيهم تكون جسمك، ايا كان جسمك لازم تحبيه، لان يا بنات انتي كأنثى وكامرأة جسمك ده معجزة بشرية. التغيرات الشهرية، التغيرات الشهرية اللي بتحصل كل شهر في نفس الميعاد بدون حول ولا قوة منك، فده معجزة. ان انتي تجيبي طفل والحمل وشهور الحمل وبعدين الولادة والمراحل اللي انتي بتبقي مستغربة، هو انا ازاي جسمي قادر يعمل ده، ده معجزة إلهية. الرضاعة ده إعجاز في جسمك. فأنا عايزة أيا كان جسمك، عايزة أيا كان وزنك إن أنتي تتصالحي معاه. ده إجباري في التحدي، إن أنتي تنزلي في التعليقات وتكتبي لي الحاجات دي وتاخدي سكرين شوت من الكومنت ومن اللايك بتاعك على الفيديو وتبعتيها لي على الانستجرام علشان تفوزي بالاستشارة المجانية معي. تاني حاجة بقى أنا عايزة هنا إن أنتي تتكلمي عن المواصفات المعنوية اللي أنتي بتحبيها فيكي، حتى لو أنتي مش واخدة بالك منها بس ممكن تكوني بتسمعيها بكثرة. أول حاجة بتتقلي ان انا بديكوا طاقة ايجابية، بسمع المشكلات، يعني بعرف اسمع كويس جدا. كمان ان انا عندي قوة التأثير في الاخرين، بلهم بنات كتير، الناس بتلجأ لي لما يكون عندها مشكلة، بيحبوا وجهة نظري وبيحبوا تحليلي. عايزاكي تشوفي كل الحاجات اللي الناس بتتقلك برافو عليكي، انت بتشجعين، عندك تنظيم الوقت، عندك نظرة مستقبلية، عندك بعد نظر، عندك الحاسة السابعة. شوفي بقى الحاجات اللي انتي شاطرة فيها، حنينة قوي، طيبة قوي، بتحتوي، هتلاقي فيكي حاجات الناس بتقولك احنا بنحبك علشان الحاجة دي، انتي طيبة قوي. الحاجات دي عايزة اقولك ان انتي ممكن تكون من كتر ما الحاجة قدام عينك انتي مش شايفاها، اعتدتي على وجودها، بس وجودها مش عادي. يعني انا افتكر لما كنت صغيرة قوي، كنت يمكن في ابتدائي او حاجة كده، كان بابا ربنا يديه الصحة يا رب ويخليه ليا، كان بياخدني المكتبة واقعد اقرأ واستعير قصص واقلف، يمكن ده نمى جانب ابداعي عندي. فشفت بنت استوقفتني، بصيت عليها كانت جميلة جدا. فبعدين المهم باباها سابها وبابا سابني بحيث ان احنا بنقرا في المكتبة. المهم تعرفنا على بعض، فجت تقول لي، انا كنت ببص عليكي من بعيد وبقول ايه البنت الجميلة دي. قلت لها تصدقي دي نفس الحاجة اللي انا قلتها في سري، واحنا الاتنين مفيش ولا واحدة فينا شايفة نفسها جميلة، لان انتي قدام نفسك كل يوم خلاص. يعني حتى ساعات في ايام ما بقيناش نبص لنفسنا في المراية، خلاص انا عارفة هلبس النضارة، هلم شعري، هلبس اكسسوارز، هنزل خلاص. فما تعتديش على النعمة، هاتي ورقة وقلم واكتبي 15 حاجات اللي انا قلتلك عليهم دول وقريهم كل يوم الصبح.
قبل ما تنزلي انا بحبني علشان كذا، انا عندي كذا، هتبصي هتلاقيكي انت بتدي الحب لنفسك اللي بالتالي او اللي بشكل تلقائي بيحقن الثقة بالنفس عندك بشكل مش طبيعي. فطبعا عايزة اقول لكم كمان ان تغيير البرمجة العقلية دي حاجة انا مش اول مرة اعملها معاكو، عملتها معاكو في فيديو اهداف السنة الجديدة، وعايزة اقولك هسيب الفيديو ده في التعليقات. عايزة اقولك ان دلوقتي احنا في نص السنة، الوقت ما جريش ان انتي برضو لو عندك اهداف، الاهداف دي ما تحققتش لاي سبب من الاسباب. طبعا انتي عارفة ان الحياة سريعة قوي قوي، رتم الحياة سريع، ممكن حاجات تكون عطلتك، مفيش مشكلة. شوفي الفيديو ده بعد هذا الفيديو، ابدأي ان انتي عيدي صياغة اهدافك تاني واستمري في رسم وتحقيق الاهداف. عايزة اقولك ان انا سايبة فيديوهين لحب النفس في صندوق الوصف، وسايبة فيديوهين للثقة بالنفس في صندوق الوصف، هيبقى براكتس او هيبقى تمرين جميل جدا جدا ليكي لو دخلتي وشفتيهم بعد انتهاء هذا الفيديو. تاني نقطة معانا النهاردة، ودي انا اسفة ان انا برغم انتمائي للمجتمع بتاعنا، المجتمعات العربية بتاعتنا او التي تتحدث العربية، ما شفتش ده موجود في مجتمعاتنا العربية، ولكن شفت ده موجود في المجتمعات الغربية. بقول بكل اسف وانا اعنيها. شفت ايه؟ شفت ان احنا في مجتمعاتنا العربية بنرتكب ذنب في حق كل ست. كل ست مهما بتعمل اللي بتعمليه مش كفاية. روقتي بيتك؟ لا، في تراب على الشباك. بتذكري لولادك؟ لا، ابنك مش شاطر كفاية. لا يعني لا، درجاته مش حلوة. بتودي ابنك التمرين؟ لا، ابنك يعني برضو مستوى الرياضي ضعيف. مهما تقعدي تعملي مطلوب منك اكتر واكتر واكتر، بحيث ان انتي تفضلي تدوري في ساقية، وده اللي بيوصل لمرحلة البرن اوت. وانا عملت فيديو تحفة 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 عن البرن اوت وعن علامات تعرفك ان انتي مستهلكة ومستنفذة. فهنا في المجتمعات الغربية بيقولك celebrate every single win, doesn't matter how big or small, celebrate them all. يعني ايه؟ احتفلي بكل حاجة بسيطة بتحققيها، بكل انجاز صغير بتعمليه. يعني الفترة اللي فاتت انا كنت حاسة ان انا ما بنجزش اي حاجة. يعني انا بقولك عني انا شخصيا دلوقتي، ده اللي انا بقوله عني انا شخصيا، بدرس في كذا كورس، داخلة في كذا حاجة، بالاضافة الى واجباتي العائلية، بالاضافة الى هنا كمان السوشيال ميديا والبنات والاستشارات والحاجات اللي انا بتابعها. ايوة في ناس بتساعدني، ولكن الموضوع فجأة كبر 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 قوي مني. فحسيت ان انا لا، انا مش بنجز كفاية من كتر ما انا بشتغل، ومن كتر ما انا ما عنديش ثانية الاحساس ده تسرب لي. ولكن وقفت كل حاجة، عملت لكم البوست على الكوميونيتي بوست، قلت لكم انا هاخد بريك لان انتوا جزء مني، لازم اكون بقول لكم الابديت بكل حاجة. وتوقفت، رجعت خطوة لورا، قلت لا تعالي بقى هنا، انتي بتعملي انجازات. النهاردة 10 عملوا سبسكرايب على قناتي، بنت اشتركت في الكورس المجاني، مشاهداتي زادت، بنت على الانستجرام بعتت لي بتدعي لي، استشارة خليت بنت عملت mindset shift وغيرت وجهة نظرها عن حاجة كانت ممكن تأثر على حياتها بشكل مش كويس. اليوم عدى بسلام. مش لازم تكوني بتحققي انجاز في شغلك. اليوم عدى بسلام، اسرتي بخير، انا بخير، ربنا انقذني من موقف معين، كل ده كل ده وين. انا شفت حاجة وتعرضت الموقف كان صعب قوي قوي عليا، ولكن لسه قادرة اضحك، لسه قادرة ابتسم. كل ده يا بنات انجاز. فاللي بيحصل عندنا ان انتي مهما بتعملي it's never enough، ومهما بتعملي مش كفاية. لا، كفاية بقى ده، وحولي وجهة نظرك اللي انا قلتهولك ده. احتفلي كل يوم بانجاز صغير عملتيه. حطيتي لانش بوكس لابنك، وابنك جه من المدرسة قالك يا مامي الاكلة اللي انت كنت حطاها دي جميلة قوي، شوفي انت عملتي كم حاجة. اسعدتيه، ادتيه لوجبة متكاملة، انعكس عليكي، شوفي كم حاجة عملتيها في وقت واحد. فانا عايزاكي تنزلي تكتبيلي في التعليقات ايه الانجاز اللي انت حاسة ان انتي فخورة بيه الاسبوع ده، حتى لو كان عدى عليكي بسلام بس، فده انجاز. وصدقيني بمجرد ما انتي تعملي كده، ده هيرفع حبك لنفسك قوي، هيرفع تقديرك الذاتي جدا جدا لنفسك، وبالتالي هتوصلي للثقة بالنفس. لان زي ما قلتلكم عمرك ما هتوصلي للثقة بالنفس لو انتي مش حابة نفسك كفاية.
برضو عايزة اقولك خلي الورقة والقلم جزء من يومك، اكتبي الانجازات اللي انت بتعمليها كل يوم، وتاني يوم بصي عليها اعرفي ان انت كل يوم بتتقدمي وبتتطوري، هيفرق جدا في ثقتك بنفسك وفي احساسك بنفسك وفي تقديرك الذاتي. دوسي لايك لان ده مهم جدا، لو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي في القناة، عايزين الرسالة تكبر واسرتنا تكبر. تالت حاجة بقى معانا النهاردة يا بنات في تحدي حب النفس، وهو ما تقلش كتير او يمكن ما بيتقلش خالص، ولكن خدوها مني انا، عاملي نفسك على انها البيبي بتاعك، احتضنيها وحبيها، تعالي هنا تعالي هنا، لان انتي ممكن تفهمي الموضوع ده غلط. في واحدة تقولي طب ما انا بقى البيبي بتاعي، طب ما انا هدلع نفسي، حتى لو غلطت هاجي على غيري علشان انا ما بطلعش غلط ولازم احتضن نفسي واحب عيوبها. عايزة اقولك مش هو ده المقصود، المقصود عكس كده تماما. انتي هتحبي نفسك وهتحتضنيها وهتطبطبي عليها، ولكن هتعملي ريفلكشن، هتقعدي مع نفسك كده في اخر كل يوم. قانون الدقيقتين اللي احنا اتكلمنا عليه في فيديو الشغف، لما قلتلك لازم كل يوم تقعدي في نهاية اليوم كده دقيقتين مع نفسك ان ما كانش اكتر، طبعا لو قدرتي توفري الوقت تشوفي ايه اللي حصل النهاردة. النهاردة انتي حاسة بمشاعر سلبية، حاسة ان انتي مضغوطة، حاسة بغيرة مثلا، فتبدأي تمشي وراء الاحساس ده وتعرفي ايه اللي خلاكي تحسي بكده، وتبدأي تتصالحي مع المسبب لهذا الاحساس، وتبدأي تفكري انا ازاي اخرج من الدوامة دي. ده حب النفس، ده حب النفس الحقيقي. لما تحتضني نفسك ده هيخلصك من حاجة بتقف بينك وبين حب النفس وبين الثقة بالنفس. عارفة ايه هي؟ الاحساس بالذنب، على طول جلد الذات، انا عملت ازاي غلط، انا ليه غلط، انا ما كانش ينفع اغلط. فيبقى انتي والمجتمع على نفسك، يعني مش بس المجتمع او مش بس العوامل الخارجية، لا ده انتي عدوة نفسك. على فكرة يا بنات اللي بيقف بيننا وبين حب النفس والثقة بالنفس ان احنا اعداء نفسنا، احنا ما بنسمحش نفسنا، ما بنحتويش نفسنا، ما بنطبطبش على نفسنا، وفي اغلب بل وفي اكتر الاحيان بنكون منتظرين الحب والدعم من الغير. طب الغير ما بيدينيش اعمل ايه؟ لا بتفضلي مستنية، وبدل ما تدي ده لنفسك لا للأسف بتفضلي مستنية ده من غيرك. فأرجوكي حبي نفسك، احتضني نفسك، توقفي عن جلد الذات، توقفي عن البرفكشنزم، او ان انتي تكوني كاملة في كل شيء. الكمال لله وحده، الكمال بيخليك ان انتي على اتفه التفاصيل تجلدي ذاتك لو ما عملتيش كل حاجة 100%. انتي انسان، استمتعي بالرحلة، واي غلط عملتي embrace it، احتضنيه وتعلمي منه، وقولي انا هتعلم من الغلط ده علشان ما كرروش في المستقبل. ده كان موضوعنا النهاردة يا بنات. دوسي لايك، شاركي الفيديو، لان عايزين بنات كتير تحب نفسها، عايزين بنات كتير تثق بنفسها، وانا مستعدة ان انا اعمل 10 استشارات مجانية، قيمة الاستشارة الواحدة $15، ولكن الشروط هتلاقيها في صندوق الوصف، وكمان انا قلتها لك في الفيديو كذا مرة، هستنيكي.